دمار كبير ذلك الذي أصاب البنى التحتية للمؤسسات الصحية في محافظة الأنبار نتيجة الإرهاب والحرب عليه، حتى أن وزارة الصحة لم تقدم للمحافظة بحسب إحصاءاتها سوى 40% من احتياجاتها فيما يخص إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية وتوفير الأدوية، والذي انعكس سلبا على الواقع الصحي بحسب المحافظ علي فرحان. هناك نقص في بعض الأدوية، نعم هناك نحتاج إلى يعني جهد كبير، نحتاج إلى دعم وزارة الصحة، نحتاج إلى تدخل دولي أيضا في كثير من الأدوية، في كثير من دعم المؤسسات الصحية في المحافظة، ولكن بفضل الله تعالى هناك جهود كبيرة ومميزة من قبل وزارة الصحة، من دار صحة الأنبار، وكذلك حتى على مستوى الحكومة المحلية. حازم الجمالي الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة قال أن التنسيق بين دائرة الصحة والحكومة المحلية هو الذي كان وراء النجاحات التي تحققت. تتميز أيضا محافظة الأنبار بالتنسيق الكبير والمهم والذي أدى إلى هذا النجاح ما بين الحكومة المحلية ودائرة الصحة لغرض دعم الخدمات الصحية. هذا المؤتمر هو إشارة إيجابية وجيدة لما وصلت إليه دائرة صحة الأنبار من إعمار ومن علم وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتتضافر جهود جميع العاملين بهذا المجال المهم للنهوض به. فمن بين الأنقاض والدمار قامت مستشفيات الأنبار لتقدم خدماتها مجددا، ومن بين الخراب والعدم نهضت مراكزها الصحية أيضا، وجميعهم يواصلون الليل بالنهار للنهوض بقطاع الصحة والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة المنكوبة.